السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، محاضرتنا لهذا اليوم الموازنة العامة. والموازنة العامة هي تنظيم مالي يضم جانبي النفقات والإيرادات، تهدف من خلالها الدولة إلى تحقيق أهدافها السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال توجيه النفقات والإيرادات بالاتجاه الذي يخدم مصالحها. هل هدف الدولة تحقيق فائدة معينة في مجال معين، في مجال الصحة، في مجال التعليم؟ إذن توجيه الموازنة بما يحقق أهداف الدولة. وفي ضمن المحاضرة إن شاء الله حنحاول نوضح هذا الموضوع بشكل تفصيلي. في الموازنة، في إعداد الموازنة، تكون عندنا نوعين من العمليات. العملية الأولى تتعلق بالنفقات. بماذا تتعلق بالنفقات؟ أنا كدولة شنو توجهي؟ شنو مجالات إنفاقي؟ شنو المجالات اللي أريد أركز عليها بالإنفاق، اللي أريد هدفي كدولة أنه أحقق بها نمو أو أساعد هذه القطاعات على النهوض؟ فإذا هذا اللي تعكس لنا يا شنو الموازنة. أما الجانب الثاني فهو جانب الإيرادات، أي ما هي الإيرادات التي تسعى الدولة إلى تحصيلها وسبل الحصول عليها؟ شنو مجالات وأبواب اللي ممكن أحقق من عندها إيرادات، ومقدار الإيرادات اللي ممكن تتحقق لي من هذه الأبواب؟ فإذا عندنا نوعين من العمليات: النفقات، أبواب هذه النفقات، آلية النفقات حسب توجهات وأهداف الدولة، إضافة إلى جانب الإيرادات وآلية تحصيلها وكيفية الحصول على الإيرادات الكافية لتغطية نفقاتي. وقلنا دائما أن الدولة ما عندها مشكلة، الدولة ما تحدد النفقات في ضوء الإيرادات، وإنما أحدد أنه أنا كدولة جد أريد أنفق، شنو المجالات اللي أنفق بيها، شنو القطاعات اللي أهدف إلى زيادة الإنفاق بها، بعد ذلك أحصل الإيرادات اللازمة لتغطية هذه النفقات. يعني أنا حددت نفقاتي، بعد ذلك بنحكي كدولة، بعد ذلك أنا أحدد الإيراد اللازم لتغطية هذه النفقات، على عكس المالية الخاصة. إحنا كأفراد في ضوء الإيرادات اللي نحصل عليها نحدد نفقاتنا، الدولة بالعكس تحدد أوجه الإنفاق ومجالات الإنفاق والقطاعات اللي تنفق بها، بعد ذلك توفر الإيرادات اللازمة لتغطية هذه النفقات. إدارة هذه العملية تكون في إطار ما يسمى إدارة المالية العامة، ويقصد بها العمليات التي تهدف إلى توفير الأموال اللازمة لتسيير المرافق والهيئات وتأمين استخدام هذه الأموال بكفاءة اقتصادية ممكنة. الدولة عندها قدرة مالية لتوفير الأموال، لكن الدولة أيضا من خلال هيئاتها ومؤسساتها هي تحت رقابة سلطات مستقلة أو رقابة برلمانية، لذلك لابد من تستخدم الأموال استخدام أفضل وبطريقة اقتصادية توفر لها الأموال باستخدامها بكفاءة عالية. نأتي إلى تعريف الموازنة العامة. الموازنة العامة هي خطة الموازنة اللي تقدم إلى البرلمان واللي يجيزها البرلمان واللي يتم العمل بها من خلال الحكومة، هي خطة تتضمن تقدير النفقات وإيرادات خلال فترة زمنية قادمة. أني ب 2020 أعد الخطة، في منتصف 2020 أعد الخطة ل 2021، يعني أنا لازم قبل ما تجي 2021 أنا عندي خطة بها تقديرات نفقاتي وإيراداتي لسنة 2021. وطبعا تقدير هذه النفقات والإيرادات لابد أن يكون في ضوء شنو الأهداف اللي تسعى إليها السلطة السياسية. أنا كدولة شنو هدفي بهذه الموازنة؟ شنو الأهداف اللي أريد أحققها؟ بالتالي فهي الموازنة ليست أداة محاسبية توضح لي نفقات وإيرادات الدولة، لا، هي وسيلة لتحقيق أهداف الدولة. أنا الموازنة اللي أعدها أنا مو بدأ أبين بها فقط النفقات والإيرادات، لا، أوجه هذه الإنفاق. البرلمان من يجي يناقش القطاعات اللي الدولة تريد مثلا تنميها. إذا أنا أقول عندي قطاع الكهرباء أو قطاع الخدمات أو قطاع التعليم، هاي قطاعات ضعيفة أنا أريد
أطورها أو أريد أزيد من كفاءتها، إذا أنا ممكن أقدم لها دعم مالي لتطوير مشاريعها كوادرها. فهذه ممكن تكون من خلال الدعم المالي اللي أقدمه لهذه القطاعات، وهذا يبرز بالموازنة. ليش؟ لأن حيكون لها هذه القطاعات تخصيص مالي أكبر من التخصيص اللي ممكن أمنحها إلى غيره من القطاعات. فإذا الموازنة ما تعبر عن تقدير أو أداة محاسبية تبين لي الإيرادات والنفقات بقدر ما هي وسيلة تعكس لي بيها أهداف الدولة. وممكن نوضح أبرز سمات هذه الموازنات. إن الموازنة العامة هي توقع، هي توقع لما تنفقه وتحصله السلطة التنفيذية من إيرادات خلال سنة. يعني أنا كحكومة من أقول أني أقدر نفقاتي بفلان مبلغ وإيراداتي بفلان مبلغ، إذا أني عندي فد أساس أعتمد عليه أو فتوقع أعتمد عليه لحجم الإيرادات المتحققة ولحجم النفقات اللي أني راح أنفقها. وبالتالي مثل ما قلنا هي تعكس هذه النفقات والإيرادات وتوجيهها تعكس سياسة الدولة في كافة المجالات السياسية اقتصادية اجتماعية. لأن أني ليست فقط عملية الإنفاق تهدف إلى تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية واجتماعية، قد تهدف إلى تحقيق جميع هذه الأهداف. الموازنة العامة قلنا هي توقع، وهي إجازة، إجازة من قبل منو؟ من قبل السلطة التشريعية، من قبل البرلمان. البرلمان هو الذي يجيز لي عملية تحصيل الإيرادات وعملية القيام بالنفقات من خلال موافقة السلطة التشريعية أو قيام هذه السلطة التشريعية بإجازة الموازنة التي تقدم من قبل الحكومة التنفيذية. بالتالي في حال فرض ضرائب، في حال زيادة ضرائب، في حالة أي إيرادات إضافية ممكن تتحقق أو ممكن الدولة مقترحة إنه تحصلها، لا يتم تحصيلها أو إنفاقها إلا بعد موافقة السلطة التشريعية على الموازنة. تقدير النفقات هو الذي يحتاج إلى إجازة. بما معناه إنه أنا كحكومة البرلمان أجاز لي عملية الإنفاق وتحصيل الإيرادات. ممكن أني هاي عملية الإنفاق أقوم بها أو ما أقوم بها. يعني أني كقطاع صحة الدولة وفرت لي أموال من ضمن الموازنة دعم مالي، هذا الدعم المالي أني ممكن أستخدمه أو ما أستخدمه. يعني ممكن أنفق مبلغ المخصص لي أو ما أنفقه، هذا ممكن. أما تحصيل الإيرادات فهنا ماكو شو نقول، ماكو خيار، لا يوجد أي خيار في تحصيله من عدمه. يعني إذا الدولة أو العفو السلطة التشريعية أجازت لي تحصيل أموال ضرائب أو زيادة ضريبة دخل بنسبة مثلا 5% ضريبة دخل، أنا هنا كحكومة ما مخيرة إنه أحصل أموال الضرائب أو ما أحصلها، لا، أنا ملزمة، ما عندي خيار، أنا ملزمة بتحصيلها، أنا ملزمة بتحصيل 5% ضريبة دخل. على عكس عملية الإنفاق اللي أنا ممكن أنفق أو ما أنفق، وإذا ما أنفق طبعا هاي حترجع الأموال إلى خزينة الدولة. بس بموضوع الإيرادات أنا ما عندي خيار أحصل الأموال أو ما أحصلها، لأن أنا مجبرة على عملية تحصيلها من السلطة التشريعية، وافقت على عملية تحصيل هذه الإيرادات. طبيعة الموازنة العامة، الموازنة العامة يقوم بعملها وإعدادها وتحضيرها وتنفيذها من قبل منو؟ الحكومة. الحكومة بكافة هيئاتها ووزاراتها ومؤسساتها. بالتالي بيها جانب مالي وبيها جانب قانوني. الجانب المالي هو إعداد الموازنة والمحتوى المالي، النفقات والإيرادات، هذه كلها أموال، وعملية إقرارها وتشريعها تتم بقانون الموازنة العامة على أساس قوانين. يتم العمل بهذه الموازنة على أساس قوانين معمول بها بالدولة. فإذا حنحاول نوضح
الطبيعة المالية والطبيعة القانونية للموازنة العامة. بالطبيعة المالية للموازنة العامة، أنا عندي موازنة، عندي نفقات وإيرادات، لابد بالنفقات أحدد حجم الخدمات في جانب النفقات، أحدد حجم الخدمات اللي الدولة تريد تقوم بها. هل الدولة هدفها تتوسع بعملية تقديم الخدمات للمواطنين، تحسين نوعية الخدمات، خدمات صحية، تعليم، ضمان اجتماعي، كافة القطاعات. فإذا أنا بجانب النفقات أحدد الخدمات اللي الدولة تقوم بها وأقدر النفقات اللازمة لتغطية هذه النفقات. هذا بجانب النفقات. أما في جانب الإيرادات فلازم أحدد إيراداتي وبالتالي مصادر هذه الإيرادات اللي تغطي النفقات. بالتالي أنا لازم أحدد مقدار ما أنفقه ومقدار الإيراد المتحقق إلي على مود يتساوى عندي جانب النفقات والإيرادات، أو تكون تقديراتي صحيحة لكل جانب بيهم، جانب النفقات وعملية الإنفاق وتقسيمه وأنواع هذه النفقات، بالتالي كذلك بما يخص جانب الإيرادات، أنواع الإيرادات، أبواب اللي ممكن أو المجالات اللي ممكن أحقق بها أعلى الإيرادات الكافية لتغطية نفقاتي. هذا بالجانب المالي، عندنا نفقات وإيرادات، شنو الخدمات اللي تقدمها الدولة وأقدر النفقات اللازمة إلها، بالتالي الإيرادات الكافية لتغطية هذه النفقات. أما بالجانب القانوني فهنا لابد أن نفرق بين الموازنة وقانون الموازنة. نفرق بين الموازنة وقانون الموازنة. الموازنة وقانون الموازنة. الموازنة نفرق بيناتهم، الموازنة تعد عملا اداريا، اعداد الموازنة، اعداد الموازنة منو اللي يعيدها؟ الحكومة من خلال مؤسساتها ووزاراتها، كل وزارة تحدد احتياجاتها، تحدد اوجه انفاقها، القطاع، المجالات اللي تريد تطورها، المشاريع الاستثمارية، خطوطها الانتاجية. اذا كل موازنة كل وزارة تجتمع في موازنة واحدة وتتغربل بموازنة واحدة تقدم إلى مجلس النواب، إلى البرلمان. فإذا هي تمثل عمل إداري من الناحية الموضوعية وكذلك من الناحية الشكلية، إذا هي عمل إداري. بينما قانون اعتماد الموازنة، يعني هاي الموازنة اللي عدتها الحكومة أو السلطة التنفيذية، قلنا هي عمل إداري من الناحية الموضوعية والشكلية، تقدم إلى البرلمان. من تقدم إلى البرلمان لإجازتها، لإجازة عملية إنفاقها، فإذا هي عمل تشريعي. قلنا قانون الموازنة يعد عملا تشريعيا من حيث الشكل، ليش؟ لأن أنا أحتاج إجازة البرلمان، بس هي من ناحية الموضوع هي شنية؟ عمل إداري. على عكس الموازنة، الموازنة من الشكل والموضوع هي عمل إداري. أما قانون الموازنة، ليش قلنا قانون الموازنة؟ لأن قانون اعتماد الموازنة، الموازنة تذهب إلى البرلمان ليوافق عليها، ليجيز عملية تحصيل الإيرادات وعملية القيام بالإنفاق. فإذا هي من ناحية الشكل، قانون اعتماد الموازنة من ناحية الشكل هي عمل تشريعي، لكن من ناحية المضمون والموضوع هي عمل إداري. ليش؟ لأن الحكومة هي اللي أدت الموازنة، وهي اللي بعد ما يجيزها ويوافق عليها البرلمان هي من تقوم بتنفيذ الموازنة وإعداد حسابات ختامية، هي من تقوم بتوزيع التخصيصات المالية على كافة القطاعات وكافة هيئاتها، وهي من تشرف على عملية تنفيذ الموازنة وفقا للآلية التي ترتئيها. نأتي إلى موضوع آخر اللي هو أهمية الموازنة في المالية العامة الحديثة. الموازنة العامة لها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، هنحاول نوضح كل جانب منها.
الأبعاد السياسية بالأنظمة الديمقراطية المتطورة والأنظمة الحديثة أصبحت المجالس النيابية أو البرلمانات أو مجلس الشعب إلى دور بارز في عملية إقرار الموازنة. ليش؟ لأن الموازنة اللي تقدم للبرلمان تمنح البرلمان رقابة على عمل الحكومة. يعني الحكومة من تيجي تقول أنا أحتاج فلان مبلغ، أنا عندي هاي أوجه الإنفاق، أنا أريد أنمي هاي القطاعات، أنا كبرلمان كممثل للشعب أنا حتكون عندي رؤية واضحة لعمل الحكومة لموقفها المالي. أنا الموازنة اللي تقدم إلي ممكن أوافق عليها، ممكن أعدل بيها، ممكن أرفضها، ممكن أنا بنود لا ما تنسجم مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي اللي تمر به الدولة، فممكن أني أرجعها إلى الحكومة تعدل بها، أو ممكن أني أرفض هذه البنود، أو ممكن أخلي الحكومة تعيد تعديلها وتصحيحها، أو ممكن أوافق عليها بشكل كامل. هذه بالأنظمة الديمقراطية الحديثة. أما بالأنظمة الدكتاتورية لا، هنا دور المجالس النيابية أو البرلمانات حتكون بأضيق الحدود. لماذا بأضيق الحدود؟ لأن هنا السلطة إلى الحاكم وليست السلطة إلى مجلس النواب مثل الأنظمة الديمقراطية اللي تكون لها صورة أدق لعمل الحكومة ورقابة أدق، وممكن تراقب بكافة مراحل تنفيذ الموازنة، ممكن لها حق استجواب أو استدعاء الوزير أو رئيس الوزراء ومحاسبته على عمل الحكومة، على الآلية اللي تنفذ بيها الحكومة مشاريعها. فإذا المجالس النيابية لها دور بارز ومهم في عملية تنفيذ الموازنة والموافقة عليها. أما من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، تستخدم الدولة الموازنة في تعديل توزيع الدخل بين الفئات الاجتماعية. يعني أنا ممكن أفرض ضرائب تصاعدية. ضرائب تصاعدية، ليه ضرائب تصاعدية؟ التصاعدية حافي منها من هو أصحاب الدخل المحدود، وحتنفرض على أصحاب الدخول العالية. ممكن أني أستخدم الضرائب والنفقات تحقيق أهداف المالية بمعالجة أزمات اقتصادية. فإذا الموازنات تستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها، كما قلنا سابقا أهدافها الاقتصادية والاجتماعية. ممكن أني هدفي أرفع المستوى المعاشي، ممكن أقدم إعانات، ممكن أقدم دعم للمشاريع الصغيرة، ممكن أني أقدم دعم للصناعات المحلية. هذا كله أهداف اقتصادية واجتماعية تسعى الدولة إلى تحقيقها. أيضا ممكن دور الموازنة بالقطاعات المخططة بالاقتصاديات اللي الحكومة تكون لها سلطة مركزية. الموازنة تقوم بعملية التخطيط الاقتصادي. يعني أنا قطاعي العام شنو المشاريع اللي أريد يقوم بيها، شنو المشاريع اللي لابد أن تكون الدولة هي من تقوم بيها. هذا بالاقتصاد المخطط، على عكس الاقتصادات الحرة اللي يكون القطاع الخاص هو المسيطر فيها. دور الموازنة العامة في مالية الدولة. الموازنة التقليدية في النظرية التقليدية والنظرية الحديثة. النظرية التقليدية بأول محاضرة شرحت لكم إنه الدولة كانت دولة حارسة، دولة ليس لها دور بالنشاط الاقتصادي، هدفها أمن ودفاع والقيام ببعض الأعمال والقضاء وبعض الأعمال العامة. إذا الدولة دولة محايدة بالنشاط الاقتصادي، ليس لها دور بالنشاط الاقتصادي. منو كان يقوم بالنشاط الاقتصادي؟ القطاع الخاص. القطاع الخاص هو من يقوم بعملية إنتاج السلع والخدمات، تلبية احتياجات المجتمع، إشباع حاجة السوق من احتياجاته. الدولة كانت ما إلها دور، ما تتدخل بالحياة الاقتصادية والاجتماعية. النظام الاقتصادي نظام الاقتصاد الحر، لكن القطاع الخاص هو من يقوم بعملية الإنتاج. الدولة ما لازم تاخذ دور الحياد، ما إلها دور تسعى لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، لا ماكو. دولة محايدة، دولة محايدة.
موازناتها أفضل الموازنات اللي تتميز بانخفاض أو قلة النفقات والإيرادات. ليش قلة نفقات وإيرادات؟ ممكن دولة حارسة، دولة ما لها دور بالنشاط الاقتصادي، دولة مهمتها أمن دفاع قضاء بعض الأعمال العامة، ما عندها أهداف اقتصادية واجتماعية، ما عندها موظفين بالحجم اللي لو كانت الدولة دولة متدخلة بالنشاط الاقتصادي، لو كانت الدولة لها دور بالنشاط الاقتصادي، فهاي كلها ما عندها، ما عندها دور انه تنافس القطاع الخاص في تلبية احتياجات المجتمع، بالتالي فيعتبرون افضل موازنة هي الموازنة اللي تتميز بصغر حجمها، صغر النفقات مع الايرادات. ليش؟ لان دولة محايدة، مصدر ايراداتها الوحيد كان اللي هو الضرائب، وما ممكن الدولة انه تلجأ الى الاقتراض او الاصدار النقدي الجديد، لان بهاي الحالة حتنافس القطاع الخاص او تؤدي الى حدوث تضخم. هذا بالمفهوم التقليدي. اما بالمفهوم الحديث فالدولة لا، تحولت من دولة حارسة الى دولة متدخلة في النشاط الاقتصادي، وهذا ظهر هذا الدور للدولة بعد حدوث أزمات من سوء أحوال العمال، أزمات اقتصادية، سوء الأوضاع المعيشية، الفقر، سوء توزيع الثروات. هذا كله أدى إلى أن الدولة لابد أن يكون لها دور مهم ورئيسي في الحياة الاقتصادية. أصبحت الدولة دولة متدخلة بالنشاط الاقتصادي، وظيفتها القيام بمشاريع تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، توجيه الإيرادات والنفقات لتحقيق أهدافها اللي تسعى إلها. الدولة أصبحت دولة نشاطاتها واسعة ومشاريعها واسعة ودورها واسع. الدولة تحولت من دولة محايدة إلى دولة تسعى إلى توجيه نفقاتها وإيراداتها لتحقيق أهدافها بكافة المجالات، تحسين مستوى معيشي، معالجة أزمات، معالجة سوء توزيع الثروات بين فئات المجتمع. إذا هنا تسعى من خلال أدواتها المالية، من خلال ضرائب ونفقات لمعالجة هذه الإشكالية، تفرض ضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة وتقدم إعانات لأصحاب الدخول المنخفضة. بالتالي أصبحت الدولة وسيلة الإيرادات المتحققة لديها ليس فقط الضرائب كما قلنا في المفهوم التقليدي، وإنما أصبحت القروض والإصدار النقدي الجديد وسيلة من وسائل تمويل الدولة لتحقيق أهدافها، وما أصبح أفضل الموازنات اللي تتميز بصغر حجمها، وما أصبح هدف الدولة المفروض إنه تكون الموازنة متوازنة. لا، أحيانا يكون عندي عجز، تكون نفقاتي أكثر من إيراداتي، أحيانا الدولة تحقق فائض، فأصبح التوازن والموازنة موضوع مو رئيسي أو مهم بشكل كامل. محاضرتنا لهذا اليوم أتمنى تكون واضحة بالنسبة لكم. شكرا لكم.